الحمد لله. يعني بعيدا عن الدور الاولاني اللي احنا قفلنا صفحته بعد مباراه الكاس، نبتدي نحاول نبتدي الدور الثاني ان شاء الله باذن الله بالدفعه المعنويه اللي احنا نهينا بيها الدور الاولاني. ثلاث مباريات المكسب اللي احنا عملناهم ان شاء الله نقدر نستغلهم باذن الله في الدور الثاني، وتبقى بدايه موفقه بالنسبه لنا. عندنا ماتش صعب في البدايه مع نادي مصر المقاصه. كل الناس اعتقد تعرفوا ان احنا كنا محتاجين فلوس. للاسف ان احنا كنا اعتقد صباح لو كان كمل معانا لنهايه الدوري كان هيبقى له شكل وهيبقى سعره كمان اعلى من كده كتير، لكن احنا الحاجه بس الماديه والفلوس اللعيبه اللي كانت متاخره والمعسكرات والمكافئات كانت بتضطرنا ان احنا لازم نلاقي حل ندعم بيه الفرقه بعيدا عن الحلول التقليديه. يعني ما كانش قدامنا حل غير ان احنا نبيع الصباحي. والله فادي اصلا لعيب كويس جدا وسنه صغير قدامه مستقبل كبير. انا من اول ما انضم فادي لينا من فتره الاعداد انا شايف فيه ان هو حاجه كويسه جدا، بس كان ناقص بس بعض الحاجات كده اللي كنا بنشتغل عليها. وهو عنده كمان اصرار كويس جدا، والولد عايز كمان، يعني بحس ان هو طول الوقت عايز ينمي وعايز يشتغل على نفسه وعايز يزود الحاجات اللي فيها نقص، الاخطاء اللي عنده بيشتغل عليها. الفتره الجايه صعبه جدا، انت عارف الدور الثاني ده مرحله اهم واصعب من الدور الاول. فاحنا ان شاء الله طموحنا ان احنا نقعد في الدوري باذن الله، وان شاء الله كان نفسنا ان احنا نكمل الماتشات اللي هي الدور الاول، كان نفسنا احنا الدور الثاني يبدا على طول، خصوصا ان احنا وصلنا لفورمه كويسه مفنشين ثلاث ماتشات كبار مع فرق كبيره طبعا. فان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. كلنا بنستعد طبعا استعداد كويس عشان زي ما قلت لحضرتك الماتشات صعبه الفتره الجايه، وعندنا ماتش مهم مع المقاصه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله احنا نبتدي بدايه كويسه زي ما فنشنا الدور الاول كويس ان شاء الله. احنا اول حاجه كابتن مجدي يعني بمثابه اب بالنسبه لنا، فاحنا حابينه بمعنى صح. فالحمد لله الفتره الاخيره دي احنا قلنا له احنا كابتن برضك احنا لازم نكون مع بعضينا، ابتدينا مشوار مع بعض لازم نختمه مع بعض. وهي اصلا يعني في الاول بدايات لازم تبقى فيها دروبات، في دروبات كتيره. فالحمد لله الفتره الاخيره دي عدينا كل المخاطر والحمد لله بقينا في مكان كويس، بس مش كويس قوي. احنا عايزين برضك يعني نعدل الخطوره دي وان شاء الله نكون احسن في الفتره الجايه باذن الله. انت عارف الدور الثاني بيبقى صعب جدا، واحنا بنستعد. انت شايف احنا عاملين معسكر بقالنا 10 ايام هنا في القاهره، ونتمنى من ربنا ان شاء الله الدور الثاني ربنا يكرمنا كده ونقدر نعدل الفرقه ان شاء الله في الدوري الممتاز ان شاء الله. يا مساء الأنوار.